نروح مع حضراتكم بقى زي ما احنا متعودين كل يوم واخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه كمان المختلفه مع مراسلنا العزيز جدا مينا ماهر من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا مينا صباح الفل عليك ونصبح ليك انا وكريم. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وكالعادة بنطلعكم على كل ما هو جديد والمتعلق باسم النادي الأهلي. طب مينا يعني قبل ما أبدأ كلامي عايز أتكلم عن أنت فيك حاجة متغيرة يا مينا صح؟ ممكن مش عارفه هو اصل شعرك هو ايه هي بقى. طب طالما فتحته ده يا اصل شعرك يا شلت النضاره على طالما كده بقى يهمنا نعرف الموضوع ده ايه اللي بتغير فيك يا مينا. ممكن قلبنا وكلنا عليك، طمنا عليك. النضاره صح عملت الاثنين، ممكن اكون قصيت شعري وشلت النضاره. الله 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 ماشي يا مينا اتفضل سامعينك. عايز ابدا كلامي بدرجه الحراره. يمكن انا مستمتع بوجودي هنا في النادي، كمان بدا توافد الاعضاء على مقر النادي. الجو ولا هو برد ولا هو حر، الجو ملائم يعني للوجود في النادي في الفتره الصباحيه وايضا التدريبات الجماعيه. بالنسبه للسيوله المروريه، يمكن يعني كان في بعض الكثافات المروريه على محور 26 يوليو وايضا كوبري 6 اكتوبر، ودي بتبقى في الفتره يعني الاولى من اليوم، يعني من اول الساعه 8 بتبدا الناس بتروح الشغل، ويمكن كمان عشان عوده الامتحانات، ولكن مع مرور الوقت بتبدا يعني الكثافات المروريه بتقل. عايز ابدا كلامي بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بعد راحه سلبيه منحها مستر بيتسو موسيماني امس، يمكن عوده النهارده مره ثانيه للتدريبات، تجمع الساعه 2، تدريب الساعه 3 استعدادا لمباراه فيتا كلوب يوم السبت الساعه 9 على استاد القاهره الدولي. يعني يمكن مستر بيتسو موسيماني بيحرص دايما انه يتكلم مع اللاعبين، يمكن بيجوا قبل التمرين بساعه بيعمل يعني زي محاضرات فنيه، بيقعد يتكلم على كل ما هو سلبي وايجابي مش بس في الفرق اللي بنواجهها ولكن ايضا في المباريات اللي فاتت اللي يكون فيها سلبيات للنادي الاهلي، وايضا بيتكلم عن الايجابيات. ان شاء الله بروح فريق النادي الاهلي يقدر يعني الايام اللي جايه يتمرن ويستعد استعداد كبير جدا للمباراه القويه امام فريق عنيد زي فريق فيتا كلوب. فعايز اتكلم معاكم عن الاصابات والغيابات، وعايز اطمن الناس عن محمد الشناوي ومحمد هاني، يعني في التدريبات بيمارسوها بشكل طبيعي جدا طبعا بعد الكادمه البسيطه اللي تعرضوا لها في مباراه طلائع الجيش، ولكن اللاعبين جاهزين وبيمارسوا التدريبات بشكل طبيعي جدا. بالنسبه للكابتن ناصر ماهر، يعني هو كان في التدريبات الجماعيه ولكن بدون التحامات، ولكن في خلال اسبوع ان شاء الله يكون بيمارس التدريب بشكل طبيعي جدا ويكون جاهز بنسبه 100%. بالنسبه لكابتن علي معلول، هيكون يعني كان في كلام ان هو هيلحق مباراه فيتا كلوب بنسبه 50%، ولكن المؤكد والرسمي الى الان ان هو بعد مباراه فيتا كلوب ان شاء الله هيكون جاهز بنسبه 100% لمشاركه في جميع التدريبات الجماعيه بالفريق. الخبر السار بالنسبة لنا وانتظرناه كتير، كابتن وليد سليمان الحاوي وخاتم سليمان النادي الأهلي هيعود للتدريبات الجماعية مرة تانية إن شاء الله بعد مباراة الإسماعيلي، ويكون جاهز بنسبة 100% أيضا. يمكن زي ما السادة المشاهدين عارفين أن كابتن وليد سليمان تعرض لإصابة وهي تمزق في العضلة الخلفية في مباراة البنك الأهلي، ولكن زي ما كابتن وليد سليمان معودنا دايما مع الإصرار والعزيمة قدر يتعافى إن شاء الله، وخلاص يعني العد التنازلي إن احنا نشوفه مرة تانية في التدريبات الجماعية. عايز اتكلم معاكم شويه عن فريق فيتا كلوب او فريق فيتا كينشاسا، ده الاسم القديم قبل ما يتم تغيير الاسم الى فيتا كلوب، يعني يمكن ده من تاني اقوى الفرق في دوله الكونغو طبعا بعد مازيمبي الكونغولي، هو بيمثل الكونغو الديمقراطيه في جميع البطولات الافريقيه ان كانت دوري ابطال افريقيا او بطوله الكونفدراليه. يمكن فريق فيتا كلوب قدر انه يفوز ويحقق بطوله دوري ابطال افريقيا مره وحيده منذ تاسيسه، يمكن النادي تاسس سنه 1935 وقدر انه يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا سنه 1973، وقدر انه يحقق وصيف البطوله سنه 1981 وسنه 2014. فريق فيتا كلوب دلوقتي في المركز الثاني متساوي في النقاط مع فريق النادي الاهلي، ولكن هو في المركز الثاني مع يعني بسبب الاهداف، فرق الاهداف ما بينه وما بين فريق النادي الاهلي. الفرقتين محتاجين يفوزوا في مباراه القادمه يوم السبت يعني عشان يعززوا من موقفهم ويتصدروا مجموعه متساويه مع فريق سيمبا التنزاني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يقدم مباراه اكثر من رائعه ويقدر يفوز على فريق عنيد زي فريق فيتا كلوب، وزي ما معودنا ان شاء الله يتصدر المجموعه.
هروح بيكم بقى لاخبار الفرق المختلفه في النادي. البدايه يعني النهارده ان شاء الله يكون في مباراه كره السله للسيدات النادي الاهلي امام فريق سبورتنج في بطوله الدوري على صاله الشهداء الساعه 6 مساء ان شاء الله. يعني النهارده فريق النادي الاهلي يكمل الانتصارات. فريق كره السله للسيدات بيعمل موسم اكثر من رائع واكثر من المتوقع، بيفوزوا بعده بطولات وان شاء الله ربنا يكلل تعبهم بالفوز ببطوله الدوري. يمكن النهارده رجال الاهلي الساعه 2 هيكون في تدريب استعدادا لمباراه الزمالك يوم الجمعه القادمه الساعه 6 على صاله الامير عبد الله فيصل. وايضا رجال طائره الاهلي يستعدون لمباراه الداخليه يوم الجمعه الساعه 6 في المركز الاولمبي في المعادي، وسيدات الطائره يعودوا للتدريبات مره اخرى استعدادا لمباراه سبورتنج يوم الجمعه الساعه 4 على صاله الشهداء. نروح لفريق يعني ماشي بشكل كويس جدا وانتصارات على مدار الفترة الأخيرة، فريق الووتر بولو بالنادي الأهلي يفوز على هليوبلس بنتيجة 10-7 ضمن فعاليات بطولة الدوري الممتاز. وكانت المباراة اللي قبلها على طول كانت فريق نادي الصيد قدر فريق النادي الأهلي يفوز بنتيجة 21-7 ضمن فعاليات أيضا بطولة الدوري المصري. وإن شاء الله يوم الجمعة هيواجه نادي الجزيرة استكمالا إن شاء الله للانتصارات. هروح معاكم للأنشطة المتعلقة بمقر النادي الأهلي. يعني يمكن في مع لجنة الطفل والتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية هيكون في ندوة غدا عن التنمر في حياة أبنائنا بحضور رانيا الجزيري استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك بكرة إن شاء الله خميس الساعة 5 أمام الشاشة الكبيرة في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر. دي كانت كل الكواليس والأخبار عن كل ما هو متعلق باسم النادي الأهلي. لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكو، عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. لا يا مينا ما فيش أي استفسارات، بس ما تغيبش علينا بقى، عايزينك دايما تبقى معانا في 10 صفر في الأهلي. شكرا ليك جدا. لما كان الأول البوكس صغير فأنا مش شايف مع المسافة، بس فعلا لا تغيير كبير. لا أنا لقطت على طول. لا لا برافو عليك. شعره وشال النظارة. برافو عليك. شكله صغير أمينة، شكلك بقى 19 سنة. هو اتغير بغض النظر إن هو صغير، هو كمان تحسيه حد تاني، بس هو جميل في كل الأحوال. مينا من الزملاء الأعزاء.